طيب النادي الاهلي اكيد ليه استعدادات، امبارح كان في مران ومارسيل كولر عمل تدريب على طول بعد مباراه سيراميكا كليوباترا، والنهارده ادى راحه، النهارده في اجازه وراحه للاعبين، ومن بكره ان شاء الله الخميس هيكون في بقى الاستعدادات والدخول في اجواء مباراه نهائي دوري الابطال امام الوداد الرياضي المغربي. الاتحاد الافريقي يمكن اتبعت لنا النهارده ايميل صباح اليوم في تفاصيل متعلقه بالاجراءات الاعلاميه والاداريه بموعد لقاء الذهاب، لقاء الذهاب الاحد المقبل، ولكن يوم الجمعه والسبت هيكون في فعاليات متعلقه بموعد لقاء ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. جرى العرف دايما ان بيكون الفعاليات في ليله المباراه، مؤتمر صحفي فتح اول 15 دقيقه من التدريب الرئيسي اللي بيقام على ملعب المباراه، ولكن الاتحاد الافريقي عشان عايز يعمل تعظيم شويه في مسائل الامور التسويقيه والاعلانيه الخاصه بالبطولات الافريقيه عامل ميديا اوبن داي، يعني يوم مفتوح للاعلام، ودي اول مره تحصل في مسابقات الانديه الافريقيه. ميعاد اليوم ده هيكون يوم الجمعه، يوم الجمعه. المواعيد هتبقى ازاي عشان الناس برضو تبقى عارفه معانا لما تشوف التفاصيل اللي هتحصل خلال الجمعه والسبت اللي جاي. يوم الجمعه في مقر النادي الاهلي في الجزيره هيكون في ميديا اوبن داي، لقاءات اعلاميه الساعه 5:30 في مقر النادي الاهلي بالجزيره مع المدير الفني، مع عدد من اللاعبين، واكيد هيكون موجود البانر الخاص برعاه البطوله الافريقيه ورعاه الاتحاد الافريقي. الوداد هيكون نفس الايفنت، هيتنظم يوم الجمعه الساعه 9 مساء، ولكن هيكون في استاد 30 يونيو، مش في مقر اقامه الوداد، لا هيكون في استاد 30 يونيو. اعتقد ممكن كده الوداد هيتمرن خميس وجمعه على استاد 30 يونيو، ده كده يبدو الامور رايحه في الاتجاه ده، لان المران الرئيسي للوداد هيكون يوم السبت على استاد القاهره الدولي. طيب الاهلي يوم السبت هيتمرن الساعه 6 على استاد القاهره الدولي، والوداد هيتمرن الساعه 9 على استاد القاهره الدولي. دي المواعيد التدريبات الرئيسيه والاساسيه اللي هيتم فتح فيها اول 15 دقيقه لوسائل الاعلام عشان تاخد كل اللقطات الخاصه من خلال استعدادات الفريقين لليله نهائي دوري الابطال. فبالتالي في فعاليه جديده وايفنت جديد الكاف بينظمه يوم الجمعه، ميديا اوبن داي، يوم مفتوح للاعلام، هيبقى في مقر الجزيره 5:30، هيبقى في مقر 30 يونيو استاد 30 يونيو للوداد الساعه 9 مساء. طيب المؤتمر الصحفي تحدد رسميا ان المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي هيبقى يوم السبت الساعه 7:30 مساء عقب المران الرئيسي على استاد القاهره الدوله، هيكون المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي الساعه 7:30 في قاعه المؤتمرات الصحفيه في مقصوره الاعلام باستاد القاهره. هيحضر المؤتمر مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي، وهيكون معاه الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. بالنسبه لنادي الوداد هيكون المؤتمر الصحفي الساعه 8:30 في قاعه المؤتمرات الصحفيه في ماسوره الاعلام في استاد القاهره، يعني بعد مؤتمر الاهلي بساعه. وهيحضر المؤتمر الصحفي المدير الفني البلجيكي للوداد سيفين فاندن فبروك، هو اللي هيكون المدير الفني والقائد او الموجود في المؤتمر الصحفي للحديث عن استعداد الوداد لمواجهه الاهلي. وتم اختيار يحيى جبران كابتن فريق الوداد ونجم فريق الوداد عشان يكون حاضرا في المؤتمر الصحفي لفريق الوداد الساعه 8:30 مساء يوم السبت المقبل. اذا دي اخر الترتيبات والاجراءات الاداريه الاعلاميه من قبل الاتحاد الافريقي لموعد ذهاب نهائي دوري الابطال. في اجتماع امني، وده المفروض خلال الساعات الجاريه حاليا بخصوص الحضور الجماهيري، وده شق داخلي بيتم طبقا للمناسبات والاحداث القرويه الكبرى، بيبقى في اجتماع امني النادي الاهلي بالتاكيد بيبقى ممثل فيه بشكل رسمي مع اتحاد الكره والجهات الامنيه لتحديد كل الامور التنظيميه بخصوص استضافه استاد القاهره لمباراه ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. عدد الجماهير المتاحه اللي هتحضر المباراه، وحتى الان كل الارقام اللي انتم بتسمعوها ليست رسميه، في انتظار الاعداد الرسميه وطرح التذاكر بنسب خلال الفتره اللي جايه. الامر الثاني كمان هيكون في اجتماع فني هيكون في مقر النادي الاهلي في الجزيره ان شاء الله يوم السبت صباحا، هيتم فيه وضع كل الامور التنظيميه الامنيه اللي تم تحديدها خلال الساعات الحاليه عشان عرضها في الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيره بحضور مراقب المباراه والمنسق الامني ومراقب الحكام. الحكام ما بيحضروش الاجتماعات دي، خلاص بقى في مراقب حكام بيمثل طاقم التحكيم عشان يشوف الزي الرسمي لكل فريق. المباراه على ارض الاهلي، فالاهلي هيرتدي الزي الاساسي، الوداد بنسبه كبيره هيرتدي الزي الاحتياطي، التيشيرت الابيض والشورت الابيض والشراب الابيض، فبالتاكيد هيبقى في زي مختلف
عن فريق النادي الاهلي، وجايز يغير الشورت لو الاهلي لبس شورت ابيض مع تي شيرت احمر، فممكن الوداد يلبس شورت ازرق عشان تضارب الالوانات زي ما انتم عارفين في مثل هذه المناسبات الكبرى. دي الاحداث الخاصه بموعد نهائي دوري ابطال افريقيا، قلت عايش الجمهور كده في الحدث بدري بدري طبقا للبيانات الرسميه اللي تم ارسالها صباح اليوم من الاتحاد الافريقي.